بليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ايه حضرتك؟ عايزك انتي. ليه عزمت صوفيا؟ ازيك يا عزيز؟ عنك عارف اللي كان بيني وبين عزيز. عن جد؟ هيدا هو الموضوع اللي بدك تحكي فيه؟ انه متضايق شو معقول تكون حاسه صوفيا من ورا موضوع له سنين؟ ما عم بتفكر انا شو معقول كون حاسه من ورا اللي صار بيناتنا؟ انا تعبت يا جليلة ورحمه امي انا تعبت. بس أنا مش هينفع أكمل في الشغلانة دي خلاص. مش قادرة إن أنا أكون مداس للي رايح واللي جاي. إذا كان الدكتور المحترم عمل فيا كده، أمال الرجالة دول التانيين هيعملوا فيا إيه؟ جليلة قالت لي إنك شاطرة ولا هلوب. تعالي اقفلي الصوص ده. هنجرب شغل مع بعض أسبوع. ونشوف إذا كنا مرتاحين مع بعض ولا لأ. عشان أنا أصلاً مش مهم. ما فيش أي حاجة بعملها مهمة لأي حد. الراجل اللي كان طالب يقعد معايا من يومين طلع عنده تياترو في مصر وعجبته وأنا بغني وعلشان كده عايز يقابل. يعني هتقعدي معاه؟ كنت عارفة إنك جاي. أصل حلمت بيك ليلة إمبارح. عارف بقى كنت في الحلم بتقول لي إيه؟ كويس انك جيتي. روحي هاتي الحاجة اللي قلت لك عليها. حاجة ايه؟ الحاجة؟
الحاجة الله ما تبيش غبيان مال. أنا مش عارفة جليلة جايبة لي التحفة دي منين. أنا مش هينفع أقعد هنا. ما تخافش مشي دليل. ده لو يعني مش عايز حد يشوف إنك هنا معايا. لولا أنا مش معاكي. أمال أنا بتكلم مع مين؟ أخوك التوأم؟ مش قصدي. أنا كمان مش قصدي. أنا بس كنت جاي أطمن إن أنت مش شايلة مني بعد ما اتكلمنا مع بعض المرة اللي فاتت. وإن الموضوع اتقفل. من غير ما يبقى في مشكلة بينا. أنت بتلعبني يا فريد؟ ولا فاكرني عيلة صغيرة؟ طول ما انت شغالة مع لولا لازم تبقي عارفة انه بيحصل وهيحصل. هي كده لما بيعجبها حد ما بتتكسفش تقرب له، وما بتزهق منه ما بتتكسفش برضه تنزله في اقرب محطة. يعني هو بيحبها؟ جاي على هوا. بس هو دكتور. ودي لولا. يعني الجمال والشقاوة نون مرقعة. انت الجمال عارف. المرقعه بقى لولا هتعلمها لك. طب ما انت اهو ما تعلمتهاش منها ليه؟ انا ما فيهاش راجع. انا العرق الصعيدي مثبت وجدره ماده جامد. هو انت اهلك قبلوا بموضوع السفر ومعيشتك لوحدك عشان المغنى بسهوله؟ ابدا. ده انا لما بس قلت يا حلم قطعوني وقطعته. ما بالك بقى لو عرفوا اني عايشه لوحدي وبغني في التياترو وبرجع كل يوم وش الصبح. يعني انت اللي اخترتي انك تبعدي؟ هو ما كانش اختيار. ابويا قال لي انت لو كملتي في السكه دي يبقى انا ما خلفتش بنت اسمها جليل. بس بيني وبينك انا عارفه ان قطعت وليا دي عشان يحميني من اذى باقي العيله. ما بيوحشكيش؟ هو انت مصممه تبكيني؟ لا والله ما قصدي. بكره ان شاء الله ربنا يحنن قلبهم عليكي وترجع المايه لمجاريها. ما عشان ما ترجع لمجاريها لازم احقق اللي وقفت قدام الكل عشانه. انا عارفه واثقه ان لو وصلت للي انا عايزاه هعرف اوصل لقلوبهم تاني. للدرجه دي الموضوع ده مهم بالنسبه لك؟ اه الاثنين. الاثنين مهمين. انا قد ما بحب المغنى والتمثيل قد ما نفسي ارجع لحضن اهلي. بس نفسي يشوفوا ان اللي انا سبتهم ووقفت في وشهم عشانه كان يستاهل. نفسي. تفضل. صباح الخير. صباح النور. نادية هانم دربالة. البنت دافية. لهلا لو وقفت بكاه. لا ما تخافيش مش دافية ولا حاجة. بس ما تنزليهاش النهاردة عشان ما تستهواش. هعدي على صوفيا النهاردة أعتذر لها. ليش مصر تعمل منه موضوع؟ إنه موضوع؟
توعدتيني يوميها انك حتعتذري لها وما حصلش. بس انا ما حسيت اتضايقت مثل ما انت عم بتقول. لاني سبت ذوق ومش عايزه اتضايق. انا مش مصدق لحد دلوقتي ان انت عمتي على عمنا بيها. انا مش بكبرك انك بتعتذري لها. بس انا عن نفسي حاسس ان انا مدين ليها باعتذار. بس يا فريد الحكي بالموضوع هو اللي رح يكبره. صدق انا ما في داعي تمر عليه. Grazie. اعتذار عزومه ما جاتش فرصه نتكلم ساعتها وانت عارفه ان عايده جديده في البلد وما تعرفش التفاصيل. وحتى لو تعرف ما حصلش حاجه يا فريد. بالعكس يمكن كده احسن بدل ما احنا الاثنين عمالين نستخبى من بعض وكل ما يشوفني في شارع يلف ويمشي في شارع تاني. هو انا المفروض اشكركم مش بس على العزومه لكن عشان هديتوا الحيطه اللي ما بيننا اللي مصممين انا وهو نداره وراها. انا فاهم بس انت خلاص بقى يا فريد ما تشغلش بالك بالموضوع ده. مفيش أي حاجة حصلت تستدعي قلقك ده كله. هقوم أبص على الفرن. تتهربي؟ راحتك أبداً. أديك شايف المكان زحمة إزاي وأنا مش ملاحقة بره وجوه. عايز تكمل كلامك شمر وتعالى ساعدني في المطبخ بدل ما أنا واقفة محتاسة بطولي. هدي لك ما هي مش بطالة. اتفضل. انا اسف يا صدق بيه بس ست نيمات عايزه تقابل حضرتك. انا بلغتها لو في اي حاجه بخصوص الشغل تقدر تروح لفهيمة فندي بس هي مصممه. خليها تتفضل. ازيك يا نيمات؟ أنا هبقى كويسة لما أقول لحضرتك اللي أنا جاي عشان أتكلم فيه. طب اقعدي طيب. فكرتي في اللي إحنا اتكلمنا فيه؟ أنا جاي عشان أقول لحضرتك إن أنا عايزة أسيب الشغل في اللوكاندا. ليه؟ ما ينفعش أفضل هنا بعد اللي حضرتك قلته. أنا مش فاهم يا نعمات، ده معناه إنك رفضتي ولا قبلتي؟ ما أنا سواء رفضت أو قبلت في الحالتين ما ينفعش أفضل أشتغل هنا. يعني الموضوع اللي حضرتك قلت عليه لو تم اكيد هسيب الشغل هنا ولو ما تمش برضه ما ينفعش افضل اشتغل هنا ساعتها. انت فاكره لو قلتي لا همشيكي؟ انا مش هقبل على نفسي افضل قاعده في اللوكاندا ولا هستنى لغايه ما حضرتك تمشيني. انا مش هقبل على نفسي الاثنين. طيب يبقى ساعتها استني لما تاخدي القرار وبعدين قدمي استقالتك. ادي التاخيره الوحيده اللي ما فيهاش خيره. طالما هيحصل هيحصل يبقى يحصل دلوقتي احسن ما يحصل بعدين. صدقني حضرتك اللي بقوله لك دوت اسلم حل. انا قلت ابلغ حضرتك قبل ما ابلغ فهيمة فندي. فوتك بعافيه. هو قرار صعب للدرجه دي؟ يعلم ربنا ان انا ما نمتش من يوميها. عالي. عالي ازاي حضرتك؟ ما معنى انك مش عارفه تنامي انك بتفكري؟ عرض حضرتك على عيني وعلى راسي. لكن الفرق ما بيني وما بينك زي الفرق ما بين السماء والأرض. الفرق ما بيننا إن أنا فكرت قبل ما فاتحك وإنتي لسه بتفكري وده حقك. يا ريت حضرتك ترجع تفكر تاني في الموضوع ده بعد إذنك.
ازيك يا عزيز؟ ازيك انت يا صوفيا؟ انا احوالي عيل؟ الشغل عامل ايه؟ احنا كنا بنقفل، بس لو تحب تدخل تشرب شاي او حاجة. لا معلش، اصلي متأخر. قصدي يعني المرة الجاية يمكن؟ يمكن. سعيدة. ناقصه اللي ناقص راح اجيبه لك المره الجايه. المركب اللي كانت جايه من اليونان المره دي ما كانتش محمله قوي. اكتبي لي اللي يلزمك وانا هدبره لك. اتفق. النهارده انت رجعتيني شباب تاني، لايام ما كنت عامل صغير في المينا وباجي اجيب لوالدك البضاعه واشوفك وانت بتساعديه بالمحل. وانت كنت كبرت عشان ترجع شباب يا راجل انت؟ لا انا كبرت ولا هو كبر، لسه بيتلكك ويجي عند المحل ويقف قدامك عرق ومرق ومش قادر يقول كلمتين على بعض. كان ليها حق امه تقول انك سحراله. دول 20 سنة وقتها، لو كان سحر كان زمانه اتفرج. يوه، في حاجات كتير ما بتتغيرش ولو عدى عليها 100 سنة. بس انا اتغيرت. أنا مش البنت الصغيرة اللي كانت طايرة بحب عزيز اللي ملوش أول من آخر، ولا البنت اللي ما شافتش من الدنيا غير محل أبوها اللي كانت بتساعده فيه. أنا اتجوزت وسبت هنا ورحت اسكندرية وعملت صحاب ومعارف، دنيا كاملة وكبيرة أكبر من العالم الصغير اللي هنا. ورجعتي له؟ رجعتي للعالم الصغير والمحل أبوكي والجر الشكل مع الولية المهفوفة، مع ان عارف انك من ساعه ما رجعتي بتحاولي لا تتعاملي معاها ولا معاه منعا للمشاكل. حتى عمك ابراهيم يوم ما فتحت المحل كان اول حد جريت عليه، مع ان البلد مليانه محلات وبنبوطيه جدعان شبان ممكن يجيبوا لك البضاعه اللي تلزمك. فوتك بعافيه، هتوكل على الله انا بقى. وكنت حنسى سكر النبات بتاعك، مش قلتلك في حاجات كتير ما بتتغيرش؟ أسيبك أنا بقى، تصبحي على خير. سعيدة يا ماما. ما بدري. أقوم أحضر لك العشاء؟ لا، ما تتعبيش نفسك. أكلت في المستشفى. طب ده أنا النهاردة عملت لك بسبوسة طازة، أقوم أقطع لك حتة؟ رايح فين؟ مصدع شوية بس هطلع أنام. ده انا لسه كنت هحكي لك على خناقه عمك مع عريس الغفله. معلش يا ماما، احكي لي الصبح. مالك يا عزيز؟ ماليش يا ماما، عايز انام بس. ممكن اطلع انام؟ طب براحتك يا حبيبي، اطلع نام وارتاح وبكره تقوم زي الفل. حسبي هتوقعيني. أنا أسفة. كابي أفندم تعالي هتوصليني.
أنا هنام في الطريق وهحتاج حد يطلعني البيت. أيوة حضرتك، لكن أنا مش عارف أروح من هناك لوحدي. ليه؟ هتتخطفي؟ أيوة بس أصل مفيش أصل، أنا لما أقولك حاجة تعمليها من غير كلام. يلا يا ست عشان نلحق. ما تسكت أنت يا عرباجي الغبرة. جرى يا ست. امشي امشي. يلا يلا امشي. عنتر ممكن تجيب لنا حنطور تاني؟ لا مش عنتر اللي هجيب الحنطور، انت اللي هتجيبيه. انا هتجيبي الحنطور وتروحيني البيت وتدخليني السرير كمان، وقتها بقى ابي روحي ان شاء الله تروحي ماشي عشان تبقي تقولي لا تاني. ايوه بس حضرتك وكلمه كمان، ومش بس هقطع عيشك معايا، ده انا هقطع عيشك من التياترو ده كله، مش لولا اللي يتقال لها لا. ولا ايه يا دكتور؟ ما تقول لها فين زفت المفاتيح. روحي انت. بس هي لما بتتقل في الشرب بتتجنن كده، هتصحى بكره ناسي كل اللي حصل. بس انا مش هينفع اسيبها كده. انا هتصرف. يلا اتفضلي. انت رايحة فين دي؟ هي مروحة وانت كمان لازم تروحي، اتفضلي. مش لاقية المفاتيح. دوري عليها في الطريق، دي بالك. عنتر تعالى معايا نوصلها البيت. بشويش عشان ما تتقطعش منك. ما تخافيش يا ست ماجدة. لا يا حبيبتي لازم اخاف، القماش ده ما فيش منه دلوقتي، ما يتعوضش. تديهم لبهيجة الغسالة وتقفي على ايديها وهي بتغسلهم، ولما ينشفوا تيجي تركبيهم لي. حاضر يا ستي. اقعدي يا بت، خدي دي عشانك عشان تلبسيها وانت رايحة لأهلك في البلد. الله دي حلوة خالص، كتر خيرك يا ستي. ابقي اشكري لي ستك عايدة. اللي هي عاملة معاكي ايه بصحيح؟ كويسة يا ستي. الصراحة عايدة طيبة جدا وما شفناش منها حاجة وحشة من يوم ما جت، بس هي يمكن تكون عصبية شوية. يا بنت تكلميني زي ما بكلمك. ايوة يا ستي. بقولك ملاحظة انها عصبية، بس اليومين دول هديت وغزلتها رايقة. تكونش الأمور بينها وبين الدكتور كويسة؟ أيوة يا ستي، هما يوم كده ويوم كده، يوم خناق وزعل ويوم ضحك وانسجام. تلاقي الدكتور ارتاح لما عصبيتها قل، وعشان كده بقى يقعد أكتر في البيت اليومين دول. وبقوا ساعات كمان بيخرجوا سوا، ولما بيكونوا في البيت بقوا بيقعدوا وبيسهروا، غير أول ما جت كان كل واحد في حاله وما بيخرجش من أوضته. من أوضته؟ أيوة. يعني أنت تعرفيها منين؟ هو انت ليكي اكل ولا بحلقه؟ لا اكل ولا بحلقه، بس بيت دفن. انت مش قديلك كام يوم بتشتكي من لولا وطريقتها معاكي؟ ادينا هو لقينا شغلانه مش وسط السكرانين وفي منطقه شيك زي ما انت شايفه. عايزه تفهمي ايه تاني؟ وهنتاخر، ولو اتاخرنا الست هترفدك من قبل حتى ما تعيلي، فكفايه لكعه ورغي ويلا امشي. هو ده العنوان. مدام صوفيا؟ صوفيا من غير مدام، انت كريمة؟ لا أنا جليلة، كريمة الموظفة الجديدة. صباح الخير. صباح النور. زي ما انت شايفة المكان زحمة، مش هعرف أقف أحكي معاكي، تعالي وراي. أنا سامعة عنك كلام كويس قوي. موعد الشغل عندي من 8 ل 8، ليكي يوم واحد أجازة في الأسبوع هنتفق عليه بعدين. المهية 7 جنيه في الشهر، ده غير البقشيش اللي هتاخديه من الزباين. تعرفي تطبخي؟ ايوه. كويس قوي، يمكن احتاجك تساعديني في المطبخ في الايام الزحمه، وده طبعا هيكون له حساب زياده لوحده. بس كده، مش عايزه تساليني حاجه تانية؟ لا حضرتك اللي مش عايزه تساليني عن حاجه. قلت لك هنحكي بعدين. هاتي الشنطه امسكي، ودي الصينيه دي للترابيزه اللي هناك، وشوفي صاحبتك تشرب ايه، ما يصحش تمشي من غير ما نضيفها.
حاضر. شكراً. أنا ترددت كتير إن أفتح معاك الموضوع ده لأني مش حابب إن أنا نخسرك، بس قلت إنك ممكن تكون بتفكر ترجع مصر تاني. في نفس الوقت أنا مقدر إنها فرصة مهمة وصعب تفوت. والله ما كانش ببالي خالص الحقيقة. أنا ساعة ما جيت هنا واستقريت ما فكرتش في موضوع الرجوع لمصر، بس زي ما حضرتك بتقول الفرصة مهمة. هما لسه ما أعلنوش عن الوظيفة بشكل رسمي، بس هما سألوني لو أعرف جراح شاطر أرشحه يمسك لهم إدارة القسم. أنا ما رفضت أقول اسمك لسببين. السبب الأول إن المفروض أرجع لك في البداية، والسبب الثاني إن في جزء مني رافض يفرط في دكتور شاطر زيك. خد وقتك وفكر، ولو لقيت نفسك مهتم قول لي وأنا أرشحك ليهم. ساعتها بقى هنشوف الأمور تمشي إزاي. أنا متشكر جدا وأتأكد إن تمسكك بيا بيعني لي كتير. أنا متمسك بك آه، لكن ما أقدرش أقف في طريقك. يعني أنا كمديرك بالتأكيد عايزك تفضل معنا هنا، لكن كأخ أكبر بقول لك لو الفرصة دي جات لك فعلا ما ينفعش إنك تفرط فيها. تعرفي تقري ده؟ أيوه. دي لستة الأسعار، في الأول هتحتاجي تبصي عليها كل شوية، بعد كده هتحفظيها. والدفتر ده بنقيد فيه كل حاجة، الطلبات، الفلوس اللي اتدفعت، كله. مساء الخير، كيفك صوفيا؟ ازيك يا عايده؟ اهلا يا حلوه، بقالك كتير ما زرتيناش وجايه لوحدك. يعني فين نبيله؟ بالبيت، كنا عم نتمشى انا ونادي قريب من هون ومروحين، فقلت بعدي عليك يمكن بدي احكيك بشيء، بس اذا مشغوله فيه اجي بوقت تاني. لا ابدا، دي كريمه بتشتغل معايا جديد، مدام عايده جارتنا في المنطقه وتقدري تعتبريها صاحبه مكان. اهلا وسهلا، اجيب لحضرتك ايه؟ لا ميرسي، ماني مطوله. ودي تيجي هاتلها قرفة باللبن يا كريم. حاضر. بتعرفي اوقات الواحد بيتصرف بحسن نية، بس ممكن يضايق حدا من غير ما يقصد. مش معقول، هو مرة انتي ومرة جوزك؟ الموضوع مش مستاهل بجد. ما انا قلت له انه اعتذاره ما بيكفي، انا اللي غلطت وانا اللي لازم اعتذر. مفيش غلط حصل عشان تعتذري عنه يا عايدة، إلا لو بتعتبري يعني إن عزومتك ليا في بيتك غلط. لا ولو، أكيد لا، بس أنا ما كان بدي إنك تكوني زعلانة. اللي هيزعلني بجد إن أنتي تتكلمي في الموضوع ده أكتر من كده. وبعدين يا ستي حتى لو كان في غلط حصل، أكيد هو مش مقصود، مش كده؟ أكيد. لازم تاكلي حاجة عشان يبقى بينا عيش وملح. ما أنا قلت لحضرتك أنا يا دوب بتحرك عشان ألحق ميعاد النمرة بتاعتي. مش عارف أقول لك أنت عجبتيني يوميها قد إيه. عجبتك الغنوة؟ جدا. انت عجبتيني مرتين في ليلة واحدة، وما افتكرش حد غيرك عمل فيا كده. ايوه بس انا غنيت ليلتها مرة واحدة بس. ما انت عجبتيني مرة وانت بتغني، ومرة لما تقلتي ما رضيتيش تقعدي معاي. علشان انا مش بقعد مع زباين، انا بس وافقت اقابل حضرتك لما عرفت انك عايزني في شغل. متشكر. معلوم. وعشان هو الشغل انا ما رضيتش اكلمك فيه في التياترو عشان ما يحصلش سوء تفاهم. طيب يا ريت نتكلم دلوقتي لاني ما ينفعش اتاخر. اخفخ. لا انا ما بحبش الاستعجال، وانت عارفه ان الشغلانه دي بتحب الصبر وطولة البال عشان تعرفي توصلي اللي انت عايزاه، ولا ايه؟ من الاخر انا عايزك معايا. معاك ازاي يعني؟ انا عايزك معايا في التياترو اللي بفتحه في مصر. ايه؟
ما نفسكيش تغني هناك؟ سعيدة. سعيدة. مش برد عليكي؟ بالعكس الطقس كتير حلو. يلا أنا رح أطلع جهز حالي وانزل. لفين؟ مش اتفقنا نظهر بالليل؟ صحيح، بس أنا قلت جاهز لما تأخرت عليكي تكوني كسلتي. لا أبداً، أنا ناطرتك مثل ما اتفقنا، مش مثل ما أنت عملت بموضوع صوفيا. ما اتفقنا ما تروح تعتذر له؟ لا ما اتفقناش، انت طلبت مني ده وانا ما قلتش ايوه او لا. انا ما كان بدي اياك تتضايق، كرمال هيك رحت اعتذرت له مثل ما انت كان بدك. بس لو نطرت شوي. معك حب، الجو برد. يلا انا رح البس على السريع وانزل. أنستوني وشرفتوني. ده نورك يا قبل. كوباية الشاي بتاعت نعمات اللي تعدل المزاج. تفضلي يا أختي. سيبك من الشاي بقى وفهميني. مفيش غير اللي قلتهولك. أنت هتلفي وتدوري عليا يا نعمات؟ وألف وأدور عليكي ليه؟ مديناني ولا ماسكة عليا حاجة؟ طيب فهميني، سبتي الشغل ليه؟ حد ضايقك؟ ولا يكونوا اتهموكي بحاجة؟ فاشر، وفي حد يستجري؟ ده فلوس مع قبلة نعمات بتزيد ما بتقلش. يا اختي هو حد يكره الفلوس تزيد؟ بس هتزيد منين وهي قعدت من الشغل؟ وانت يا اختي عارفه البير وغطاه، اخوكي مكفي البيت بالعافيه، ما معهوش مليم زياده يميل عليكي بيه. مستوره يا فاكيه، انا نزلت ادور على الشغل تاني يوم سبت فيه الشغل. وهو انت هتلاقي شغل بالسهل؟ حلني بقى. اللي زي ما بيغلبش قعدتي مش هتطول. ما تخافيش مش هتقل على حد. ربنا ما يحوجك لحد ابدا يا قبل. تسلميلي يا انيس. اقعدي تغدي معانا. لا النوبه الجايه، يا دوب الحق اروح احضر الغدا لاخوكي الاحسن بيرجع هلكان. ادكم بعافيه. الله يعافيكي يا اختي، الله يعافيكي انيستي ونورتي. كنت هنسى مصاريف الواد سلامه. ربنا ما يحرمناش منك ابدا، والله يجون في وقتهم. حاكمنا على جزمته دب ولازم انا اجيب له واحده جديده. ولو ان بعد ما سبتي الشغل مش هتقدري تبعتي الشهريه اللي كنت بتبعتيها. مالكيش دعوه بمصاريف المدرسه بتاعت الواد، انا ملزمه بيها، انا هتصرف. المهم الواد يروح المدرسه ويكمل تعليمه. ايوه امال ايه؟ ما تطوعيش منصور انه يخليه يسيب المدرسه ويروح يشتغل. كتر خيرك يا اختي، فوتك بعافيه. الله يعافيكي. والله لولا العيبة كنت هبشت فيها. سيبك منها، انا اتعودت على كده. دي بدل ما تقولك ان شاء الله هتلاقي شغلانه احسن قاعده بتقطمك، وكل اللي هاممها مصلحتها. طمنيني انت عليكي، رجعت الشغل ولا لسه؟ رجعت امبارح، اول ما عرفت انك مشيتي قلت لازم اجي اطمن عليكي. صدقي بيه الله يكرمه، ما خلاهمش يخصموا مني ايام الغياب اللي فاتت. يا سلام عليه الراجل ده، بيب صحيح. اجيب لحضرتك ايه؟ في صباح الخير؟ ما انا كنت عايزه اقول صباح الخير واشكر حضرتك على يوم ما انت وصلت لولا، بس خفت لا ترجع تقول لي امرك ما يخصنيش. واضح انك لسه واخده على خاطري. انا كمان يوميها كنت عايزه اشكرك،
اصل اتدخلت وانا حاطط ايدي على قلبي لا تحرجيني زي النوبه اللي قبليها. يا ست قدري ان دي قصاد دي. اعتبر نفسنا خالصين؟ يعني لو مش خالصين فانت عندك مشكله كبيره. ده انت وانت في التياتر كنت مضطره تستحملي وجودي ساعه ولا اتنين. هنا هتضطري تستحملي وجودي كل يوم. انا ساكن جنبكم هنا. باجي هنا يوميا. الاحسن تقبلي اعتذاري. والا هتلاقي نفسك مكشره طول اليوم. الصفريه ما بتحبش في وش الكشر. اجيب لحضرتك ايه؟ شاي بطاره تفاح. طلبك حاضر مع انك جاي النهارده متاخر. كريمه من فضلك ممكن تحاسبي الترابيزه اللي جوه؟ على اذنكم. ميرسي. شاطره ونبيهه وشها بشوش. متشكره على الهديه دي قوي يا كريم. شكلها اصلها طيب. بس واضح انها مرت بظروف صعبه. لو انت معتبرها هديه فانت والشغلانه دي بالنسبه لها نجده من السماء. Thank you.
ولا قد أعراض الانسحاب.